خلينا ناخد رأي واحد من نجوم الأرجنتين، سيرخيو باتيستا نجم كالياري السابق طبعا، وكان بالمناسبة مدرب منتخب الأرجنتين اللي درب اثنين من نجوم أرجنتين وبي اس جي، دي ماريا وليونيل ميسي، هيكون معانا على شاشة الأهلي في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. بداية أهلا بيك وبشكرك على قبولك الدعوة ووجودك معانا في السادسة على شاشة الأهلي. سينيور باتيستا، الصوت واضح، الصوت واضح، الصوت بالنسبة لك واضح كده، بسألك طبعا، بشكرك طبعا على وجودك معانا، وخليني أدخل في الموضوع على طول عشان وقتنا. إزاي شفت بداية قبل ما أتكلم على ظهوره مع بي اس جي، إزاي شفت قرار ليونيل ميسي بالانتقال أو بترك البارسا والانتقال للبي اس جي؟ Entonces, ¿cómo has dicho a us? طيب هنحاول ان احنا نرجع نحاول نعود الاتصال بيه مره ثانيه لانه عندنا مشاكل تقنيه، لكن زي ما قلت لحضراتكم يبقى السؤال او العلامه الفارقه في مشوار ميسي مع البي اس جي مش ابدا يكون تحقيق بطولات محليه، لانه الدوري الفرنسي اضعف بكثير جدا من ان احنا نتكلم على رغبه ميسي في ان هو يحقق دوري او يحقق كاس في فرنسا، لكن تبقى الهدف الاساسي بالنسبه له هو تحقيق الشامبيونز ليج. السؤال هنا، هل كتيبه بوتشيتينو قادره على تحقيق ده؟ وهل الاسماء الكبيره في بي اس جي قادره على تحقيق ده؟ شفنا موسمين فشل فيهم البي اس جي في التتويج ببطوله الشامبيونز ليج، هل الثالثه ثابته؟ وهل كبار القاره الاوروبيه زي بايرن ميونخ وزي المان سيتي يقدروا ان هم يسيبوا البي اس جي يتوج باللقب؟ امبارح طبعا المواجهه كانت كاشفه، يعني اعتقد انه على المستوى البدني وعلى المستوى التكتيكي تفوق مانشستر سيتي في بارك دو برانس في باريس على البي اس جي، ورغم كده طبعا باريس قدر يحسم المباراه نتيجته بنتيجه 2-0 لصالحه، لكن اعتقد انه المستوى والمردود اللي قدمه البي اس جي امبارح يقول انه مش فريق جاهز للمنافسه على لقب الشامبيونز ليج. هنشوف ونتابع طبعا مع حضراتكم تطورات طيب سيرخيو باتيستا رجع لنا مره ثانيه، مره ثانيه برحب بيك على شاشه الاهلي وبشكرك على وجودك معانا في السادسه. سينيور باتيستا، سؤالي الاول، هل كنت مع ام ضد انتقال ليونيل ميسي من برشلونه للبي اس جي؟ انا شايف ان ميسي، انا سعيد جدا باداء ميسي. سيجاس ميسي كان منتظر الجون ده اكتر من اي حد اخر. انا شايف ان هو كان بحاله جيده جدا. اظهر ان هو لاعب على قدر النجوم، ان هو قادر ان هو يقود الفريق للشامبيونز. بدايه بس انت كنت مع، انت قمت يعني قمت بتدريب ليونيل ميسي وشارك تحت قيادتك في منتخب الارجنتين في دوره العالم الاولمبيه في بكين، لكن خليني اخد راي وجهه نظرك في انتقاله اساسا للبي اس جي، انت كنت مع هذا القرار ولا ضده؟ انا طبعا حظيت بفرصه ان انا ادربه مع منتخب الارجنتين الاول طبعا. اعتقد ان ميسي سعيد بانتقاله من برشلونه. هو ما كانش عارف في البدايه ان هو، وانا نفسي ما كنتش متخيل ان هو يقدر يرحل، لكن دي مساله هو كان يعني قررها، لان هو كان في القرار كان في ايد برشلونه يمكن اكتر، كانش في ايده ان هو يستمر، لكن هو في الاخر راح نادي يمتلك فيه اصدقاء كتير، وهيبدا ان ليونيل يبحث عن اهدافه العظيمه اللي بيبحث عنها وهي تحقيق الشامبيونز ليج مع باريس. في برشلونه كان ميسي هو النجم الابرز، هل تتوقع انه يستمر الوضع ده في بي اس جي؟ اعتقد ان حتى الوقت الحالي، اعتقد ان دلوقتي
في نجوم كبار طبعا في بي اس جي زي نيمار ومبابي، وهناك تقريبا 2 أو 3 من افضل لعيبه العالم. ميسي طبعا ممكن يبقى رقم واحد ويستمر في ذلك، هو لسه هيستمر بطريقه نفس اللعب وما كان بيلعب مع برشلونه والنجوميه اللي هو كان عليها، وهيستمر على ذلك رقم واحد. يقدر ميسي، وده يمكن كان السبب الرئيسي في رغبه بي اس جي في التعاقد معاه، يساعد باريس سان جيرمان على ان هو يتوج بلقب البطوله اللي بيبحث عنها بقاله اكثر من موسم؟ هل تعتقد انه كتيبه بوتشيتينو قادره على ان تحقق لقب الشامبيونز ليج الموسم ده؟ قادر بكل شكل على قياده باريس سان جيرمان للتتويج بالشامبيونز. بالتاكيد هيقدم كل ما لديه من امكانيات تعلمها مع برشلونه، مع فريق جديد، مع باريس سان جيرمان. الامر ليس سهلا هناك، لكن باريس سان جيرمان لديه فريق كبير ومدرب كبير، وهو بوكيتينو لديه خبره كبيره وبالتاكيد لعيبه كبار، لكن رغم ذلك الامر ليس سهلا. لكن اعتقد ان ميسي هيقدم كل ما عليه، كل ما لديه، بما انه هو لعيب رقم واحد مع باريس سان جيرمان للفوز بالشامبيونز. البعض يمكن وصف اللقطه اللي كان فيها ميسي بيخرج من الملعب بناء على رغبه بوتشيتينو بان في حاله توتر، على الرغم انه مدرب ارجنتيني وعلى الرغم من انه واحد من افضل مدربين في العالم، لكن يبدو انه العلاقه بينهم متوتره. هل استقبلت نفس، او هل ليك نفس وجهه النظر، ولا ليك راي ثاني؟ اوقات كتير الواحد بيبقى دايما الى جانب المدرب، المدير الفني في مواقفه. انت ممكن تشوف ان هو ميسي ما ينفعش ان هو يخرج، لكن لازم المدرب يفكر في الفريق، وده اللي بوكيتينو فكر فيه. دايما المدرب يبقى عايز ان هو يحافظ على النتيجه. ممكن يبقى عايز يغير المدافع مهاجم ويدخل مدافع مكانه، لذلك الامر صعب ان هو يشوفوه من بره. لكن اعتقد ان العلاقه ما بينهم جيده جدا. اعتقد ان ميسي ما كانش متضايق من بوكيتينو. العلاقه ما بينهم لن تسوء بمجرد استبداله في مباراه، لكن احيانا علينا ان احنا نفهم ونقدر دور المدرب وتعامله مع نجوم كتير في الفريق.